الاهلي اللي قدمه طبعا قدم مستويات كبيره وكان ممكن انه يروح اكثر من المركز الثالث، لكن اتصور كل المتابعين عارفين الظروف اللي مر فيها الفريق. اتصور اي فريق افريقي او اسيوي او اوروبي يتعرض للظروف اللي تعرض لها الاهلي ما راح يشارك اصلا من الاساس. ما راح يشارك من الاساس، انه 8 من لعيبتك الاساسيين غير موجودين معاك قبل من شهر من انطلاق البطوله وتبدا البطوله وهم غير موجودين وانت تشارك ويجوك في 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 نفس اليوم اللي بتلعب فيه المباراه اللي انت خرجت منها في 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 الدور قبل النهائي، طبيعي ما راح يكون الوضع يعني عادي وانت تقابل بطل امريكا الجنوبيه. ف يعني اتصور ان الفريق اصلا انه يشارك في البطوله هاي هذا شيء غير عادي. هذه هني تبين شخصيه الفريق. هذه الانديه الكبيره والانديه العظيمه، ولما الاهلاويه يقولون الاهلي بمن حضر، هذه الجمله تترسخ على ارض الواقع. اليوم الغياب اللي كان في الفريق ما كان لاعب او لاعبين، كمان لعيبه اساسيين، يعني لعيبه هم المحور الاساسي في الفريق.